انت يعني ايه الماسونيه بشكل عام؟ الماسونيه احنا اتكلمنا عنها اللي هي لا دين. لا دين. لا دين، يعني مفيش دين، نحكم العالم بدون وجود ربنا سبحانه وتعالى. وبمعنى اخر هم عبده الدجال والشيطان. واثبتنا في الحلقات اللي فاتت ان معظم اللي اتكلموا عن الماسونيه تحدثوا عنها من فتره متاخره جدا. يعني اكتر مؤرخ تكلم عن الماسونيه تحدث عن الماسونيه 35 ميلاديه مثلا. اتكلمت قبل كده بكتير. قبل الطوفان. وجبنا شواهد اثريه ان الماسونيه اللي هي النجمه السداسيه، وشرحنا النجمه السداسيه كان المثلث الاعلى هو قابيل، بيشير الى قابيل ابن ابونا ادم، والمثلث السفلي بيشير لزوجته اللي هي مندالة، لان قابيل بعد ما قتل هابيل طبعا اصابته لعنه رب العالمين سبحانه وتعالى واتبع الشيطان، وذهب لمنطقه اسمها ايبيريا اللي هي ارمينيا الحاليه، وعاش فيها وبدا ينشر عمليه الالحاد بتاعته، وبدا يتبع الشيطان، وبدات العبادات الماسونيه الحاديه هناك. اللي هي نقدر نقول عليه 6 بوينت ستارز او النجمه السداسيه، اللي هي عبده الشيطان، عبده النجوم السياره وعبده الشمس. وبعد كده جينا نبص لقينا النجمه السداسيه والنجمه الخماسيه مسيطره على جميع الديانات الوثنيه. تقول ان في بعض الرؤساء كمان متصورين بيها. طبعا بس خلينا اللي هي الاشاره بتاعتهم. الاشاره بتاعتهم لان هم كلهم زي ما قلنا اي رئيس في دوله اوروبيه لا يؤمن بالماسونيه يتم اغتياله، زي جون اف كينيدي مثلا. لازم يؤمن بالماسونيه عشان يظل موجود، او كلهم حتى رئيس وزراء اليابان مثلا. حضرتك تيجي تبص تلاقيه رايح مثلا عند حائط المبكى ولابس الطاقيه، ميسي رايح عند حائط المبكى ولابس الطاقيه. اي انسان بيتعدى ثروته مليار دولار او ياخد شهره عالميه ان لم يؤمن بالماسونيه يتم